سما رح نبدا اولى محطاتنا وندق فيها بوابات عالم الطفوله ونسلط الضوء على موضوع الانتباه، كيف بيتم قياسه وشو تاثيرات نقص الانتباه على الطفل، وايضا كثير من التفاصيل رح تجاوبنا عليها الاختصاصيه الاجتماعيه رندا علي دي. بيسعد صباحك رندا. يسعد صباحكم وصباح الخير سعد. اهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. خير. بالبدايه خلينا نعرف شو هو الانتباه، وبدنا نعرف كمان ما مؤشرات نقص الانتباه عند الاطفال. هلا اول شيء الانتباه هو لما بكون انا مركزه وجداني ومشاعري وكل حواسي على مصير معين، ممكن يكون خارجي وممكن يكون داخلي. هلا اذا كان خارجي ممكن يكون احداث هيك يصير فجاه، مثلا مثل لما نحن بنشوف طفل صغير بيلفت نظره مثلا لعبه معينه او ميول عنده معين لشيء، فهو حيلفت نظره هذا المصير او هذا الشيء دونا عن المصيرات الثانيه الموجوده. او ممكن يكون داخلي، ممكن مثلا يكون عنده مشاعر معينه بتخليه يكون مثلا فرحان، زعلان، يتذكر موقف. هدول كلهم المؤشرات وكلهم هدول المسيرات سواء خارجية أو داخلية هي اللي بتشكل الانتباه، اللي بتخلي تسحب تركيزي أو تركيز الطفل لشيء معين دون غيره. المؤشرات نحن أول شيء في عندي ممكن أنا كتير كيف بدي أعرف ابني إذا مثلا عنده نقص انتباه، ممكن كتير أنا لاقيه ما بيخلص مهمة معينة. بنسمع كثير كلمات العامية بيقولوا الأطفال مثلا أنا مليت، ما لي خلق، أو بيكون عم بيلعب بشي معين ما بيكمله على الأخير، بيروح للعبة معينة ما له صبر يحل واجب من أوله لآخره. خصوصي بالدرس نحن بيظهر عنا هذا الموضوع كثير، لما لأنه هو شيء ممل شوي للطفل، لسه الطفل ما عنده هي القدرة لأنه الإدراك لأنه يعرف أنه أنا هذا حيكون مستقبل إلي، هو بالنسبة له نشاط ممل، له درجة معينة بيقعد فيه ليركز وينتبه. بنتبه انا لطفلي انه ما بيقعد الدرجه المطلوبه المناسبه لعمره لانجاز مهمه هي بالنسبه له ممكن تكون ممله. تمام. نعم. يعني رندا ذكرت كثير امور ومؤشرات على عدم الانتباه، في كثير هيك من خلينا نقول الامهات وقت تبعت اولادها على المدرسه وبتروح بتعمل زياره دوريه للاساتذه والانصات، بيقولوا لها ابنك ذكي كثير ولكن ما بينتبه، يعني قديش انه ما له علاقه الذكاء بعدم الانتباه ولكن يؤثر على التحصيل الاكاديمي، خلينا نقول ممكن ياثر ايضا على ذكائه للطفل في حال تطور هذا الموضوع وما داركته الام او المدرسه او حتى الطفل، يعني انه ينتبه قديش هذا تماما الشيء. هذا مؤشر ثاني كثير مهم هو لما ببلش انا نقص الانتباه يوصل لدرجه، لانه دائما الانتباه هو درجات، ممكن انا يكون عندي طفل انتباهه شوي ضعيف مع شويه تدريبات ممكن اتجاوزها، ولكن لما توصل معي المرحله لانه يصير عندي عرض ثاني غير نقص الانتباه موجود بسلوك الطفل او موجود بنفسيته، فهذا او تحصيله الاكاديمي اللي هو غالبا نحن للأسف ما بننتبه على هذا الموضوع غير ليوصل الموضوع للناحية الأكاديمية. لهون دائما تواصل الأم مع المدرسة وتواصل المدرسة، لأنه أحيانا الأم إذا خصوصي إذا أم عندها غير طفل واحد فهي ما حتقدر تقارنه بين مجموعة أطفال وتقدر تقيس انتباهه، أو ما يمكن ما كثير تفطن إنه أنا إذا ابني ما أنهى مهمة معينة أو بيمل كثير أو مثلا ممكن في عرض ثاني اللي ممكن يتحرك زيادة عنده مشاكل نفسية معينة، إنه هي ما تنتبه لهذا الموضوع تعتبره عرض بسيط وبيمرق. ولكن بالمدرسة لما بلش الموضوع يكون عائق على تحصيله، طبعا مثل ما ذكرتي هو ما له علاقة أبدا بالذكاء، بالعكس هو أحيانا بيكون قلة انتباهه بتحسسه أنه هو ما له قدران يكون على، بحس أنه إمكانياته أضعف من المادة العلمية اللي عم بيأخذها، ولكن هي ما بتكون أضعف ولكن هو ما عنده القدرة لأنه ينتبه ويركز ليأخذ المعلومة كاملة. أكيد. لهيك بتظهر هاي المشاكل. قبل ما تظهر المشاكل الدراسية غالبا بتظهر مثل ما حكينا تحت الهواء بتظهر
مشاكل سلوكية، ممكن يكون مترافق مع حركة زايدة، ممكن يكون مترافق مع عدوان، ممكن مترافق مع انسحابية. هدول كلهم مؤشرات بتعطيني، لأنه أنا طفلي قعد مثلا أول دقيقة بالدرس بعدين انتباهه كان ضعيف، ما قدر يكفي العشر دقائق للدرس، فهو بشو بده يتسلى؟ حيبلش يشاغب، حيبلش يتحرك، حيبلش يعمل فوضى يعيق الدرس كله. لهون التكرار، دائما التكرار. أنا بقول ما فيني قول طفلي انتباهه ضعيف من موقف أو موقفين، لازم يكون في مدة ولازم يكون في شدة كمان لحتى أنا أقول أنه أبني عنده. أكيد الأهل لازم يراقبوا هذا الشيء والسلوكيات المعينة. بيقولوا نقص الانتباه عند الأطفال بيظهر من سن 3 سنين لقبل 12 سنة، أنه هذا الشيء بيظهر بشكل كتير مهم. وكمان بيقولوا عنه هو مرض وراثي، خلينا نحكي هل هو هذا الشيء؟ وكمان بيحكوا كمان من الأسباب إما أن الوراثة أو بيكون مثلا مشكلة عندهم بالجهاز العصبي. خلينا نحكي عن الأسباب وإمتى بتبدأ تظهر المشكلة عند الطفل. تماما، بالمراحل الأخيرة من الحمل بتظهر عندي أنا إذا كان في شوية مشاكل بالحمل أو بالولادة. ممكن يكون في مناطق معينة بالدماغ هي بتكون كتير إصابات بسيطة وما لها أي مؤثرات تانية على الإنتاج، ولكن بيظهر عندي شوية مشاكل نمائية اللي منها هي نقص الانتباه، اللي بيعطيني لبعدين مشاكل تانية اللي ممكن توصل لعمر وقت المرحلة الدراسية دراسية لصعوبات تعلم أو لمشاكل تانية، خصوصي إذا ترافق مع جو أسري غير مناسب للطفل. لهيك بهي الفترة دائما الأم ما حتنتبه للموضوع غير مثل ما حكينا أنه يبلش يكون في درس، يكون في شيء معيق لحياته الأكاديمية. أكيد. تماما، نحن قلنا انه هو بيكون في له درجات، ممكن يكون بسيط وممكن يكون شديد، وهذا اللي بيأثر على العلاقات الاجتماعية، بيأثر ممكن يكون هو دائما عنده مشاكل مع رفقاته، مع اطفال العيلة اذا لسه مو حاططه بروضة. لبعدين مثل ما ذكرتي انه بيوصل لل 12، بس في حالات لا بتستمر العمر لبعدين. دائما نحن بنسأل بالاستشارات، بنسأل الأم إنه في حدا من البيت هيك؟ هل أنت كان تحصيلك هيك؟ كان في عندكم حدا بالعيلة عنده مشاكل كتير سلوكية؟ إذا كان طفل جاي عرض من الأعراض هو سلوكي. وطبعا فعلا بنلاقي انه في جزء كثير كبير هو وراثي، ولكن ما فينا نقول انه بس السبب وراثي او بس السبب يمكن بيقولوا كمان من بفتره الحمل اذا الام بتدخن او اذا تعرضت لروائح مثل الدهان او كذا كمان ياثر هذا الشيء. تماما تماما، وحتى بيقولوا انه الصبيان معرضين اكثر من البنات، من البنات على هذا الموضوع. تماما، دائما نحن بنقول انه لما بيكون الطفل، دائما نحن ما بتقيس الام حركه الطفل خصوصي اذا صبي، انه هو هل هو طبيعي ولا هو حركته زايده مثلا، هل هي ناتجه عن نقص انتباه ولا على القلق مثلا. دائما هي المشاكل وقت اللي بتظهر بالمراحل الاولى من العمر، وبتشتد قبل ما يصير عمره 7 سنين. هون بيكون بلش بالناحيه الاكاديميه بشكل جدي. دائما نحن لازم الام لحتى كيف فيها تقيس انتباه طفلها، دائما تضرب عمر ابنها بثلاثه، بيكون هذا الحد الادنى لازم يقعد على نشاط ما يكون كتير محبب له، وتضربه بخمسة هو الماكسيموم. يعني إذا مثلا أنا طفل عندي عمره 3 سنين، 3 بـ3 أقل شيء لازم يقعد 9 دقائق، وثلاثة بخمسة أكثر شيء لازم يقعد 15 دقيقة عن النشاط. فهذا بيكون كتير مناسب للطفل لأنه يقعد ويركز بنشاط ما يكون هو محبب له. نحن بنرجع نقول أنه دائما أنا بقول واو ابني بالعكس كتير بيركز وبينتبه لما مثلا بحطه على التلفزيون ليحضر شيء معين. بالعكس هذا مؤشر. أنا لما بنادي له، أغلب الأمهات اللي أنه أنا عم بفحص له أنه بنادي له ما بيسمعني، لأنه هو بيكون كل تركيزه رايح لمسيرات عم تجي متشابكة مع بعضها لدماغه، فهو ما حينتبه له، ما بيكون عنده مشاكل بالسمع، ولكن هو حيكون سبب من الأسباب اللي أنا ممكن تقول أنه ابني انتباهه حيبلش يقل او ما يكون بالدرجه المناسبه. لا، برجع بقول لك انه ممكن ما يكون بس وراثي، ممكن ما يكون بس بصبيان وبنات، في عدد من المتعه والتسليه باقل جهد وحركه وانتباه.
لهيك بقى فبتظهر هاي المشاكل. لازم دائما الام تميز بين انه طفله هل هو فعلا عنده مشكله. دائما نحن نشوف السبب الاساسي ما نشوف السلوك الظاهر، دائما نرجع للاسباب الاساسيه. نعم، يعني رندا دائما الامهات بتسال انه كيف بدنا نتعامل مع اطفالنا وخاصه يلي عندهم، ما رح نقول هي مشكله لانه هي ما حتكون مشكله اذا نحن تداركناها من البدايه. بدنا نصائح أخيرة منك رندا لكل الأمهات اللي عم يعانوا شوي من هالقصة. هلا أول شيء بقول لك إنه نحن لازم نحط روتين ثابت للأطفال، ولو كنا بالبيت ولو ما كان في مكان أبعته مدرسة أو روضة أو نادي، دائما يكون في روتين. الروتين كثير بيريح الطفل، خصوصي اللي عنده نقص انتباه أو اللي عنده الحركة الزايدة أو اللي عنده أي مشاكل ثانية. دائما اذا كان في خلافات اسريه حاول ما اقحم ابني فيها، يكون بشكل استثني عن هاي المشاكل. دائما ما يكون قاعدة بفقر بيئي للطفل. دائما الامهات بيسالوني كيف يعني فقر بيئي، يعني دائما انا احط له مساحه ليكتشف، خلي النمو للانتباه بيتطور مثل نمو العمر، بيكون اول شيء ثابت هو بيركز بس على والدته او على الاشخاص وقت يكون بعمر صغير، بينتقل بعدين ليصير عشوائي، بصير بتشوف نحن الطفل ببلش ينكش بكل شيء، بيحاول يكتشف كل شيء، اعطيه هي المساحه لحتى يتطور كمان الانتباه عنده، لحتى انتقل بعدين للانتباه اللي هو انا بدي اياه يختار نشاط معين ويركز فيه ولو كان مو محبب له، مثل ما نحن قاعدين وعم ننتبه على بعض ولو كان في مثيرات ثانيه كثير حوالينا. انا بدي اوصل لهي المرحله لحتى بالدرس يقدر انا طفلي يحصل تعليم اكاديمي مناسب، حتى اجتماعيا يكون عنده علاقات اجتماعيه مستمره، ما يكون في عندي شخص عشوائي، شخص غير اجتماعي او شخص اندفاعي دائما ايده وسلوكه سابق تفكيره او كلامه سابق تفكيره. هذا كله بيعطيني مؤشرات وبيعطيني دلائل انه هذا الطفل في عنده مشكله لازم انا اوقف وشوفها واستشير. في كثير انشطه على النت، بعمل سيرش بسيط بكتب عليه انشطه لزياده انتباه الطفل، بيطلع في كثير، خصوصي المونتيسوري الحياه العمليه هي كثير مناسبه وبتقوي حتى مو بس للانتباه، بتقوي شخصيته استقلاليته تماما. اكيد اكيد، شكرا كثير رندا على النصائح القيمه، وبتمنى اكيد كل سيده حضرتنا اليوم تكون استفادت من هالنصائح. شكرا لك. شكرا لك. نشكر وجودك معنا رندا علي جيب، يلي دائما نحن متعودين انه نفتح مواضيع كثير مهمه وخاصه بما يهم هذا الجيل اللي بده يبني المستقبل. شكرا لك. شكرا اكيد.